عملت الفرق الأمنية وتعاونت كلها في هذه القضية، كل الفرق المختصة، وحددت كل المسارات وكل الاحتمالات الممكنة، وسعت وراء كل تلك الاحتمالات. وبتقدم عملية التحقيق وبعد تجميع عدد هام من الإثباتات والأدلة والقرائن المادية الملموسة واستعمال عدة وسائل علمية، أمكن حصر الشبهة في مجموعة من الأشخاص، وثبت للباحث وقوع عملية رصد لمسرح الجريمة بانتظام لأيام قبل وقوعها. تم شكون كان يعس على مكان الجريمة من هؤلاء قبل وقوع هذه الجريمة وفي نفس توقيت ارتكابها، أي في الصباح. وتم التعرف على الأشخاص الذين قاموا بعملية الرصد ووسائل النقل التي استعملها الجنات في هذه العملية، عملية الرصد. وبتعميق الأبحاث أمكن إيقاف أربعة مشتبه بهم. أربعة اعترف أحدهم بتنقله يوم الجريمة مع الفاعل الأصلي، أي مع القاتل الأصلي، إلى محيط العمارة أين تم ترقب خروج الأستاذ منها واغتياله بطلقات نارية ليفر إثر ذلك. الاثنين، الذي كان يرصد والذي قتل والذي كان في الانتظار. تم التعرف على المنفذ المباشر وهو محل ملاحقة أمنية. التعرف بمعنى حديت هويته بالكامل وصار معروفا، والوحدات الأمنية بصدد ملاحقته حتى القبض عليه. أما بقية الموقوفين الأربعة فينتسبون بدورهم مثل هذا الفاعل الأصلي إلى تيار ديني متشدد، وتتراوح أعمارهم بين 26 و 34 سنة. بالنسبة للسوابق العدلية، تعلقت التحريات ما زالت متواصلة في هذا الموضوع، وتعلقت على الأقل بأحد الموقوفين قضية سابقة في الانخراط والمشاركة في عصابة ووفاق بقصد التعذير للاعتداء على الأشخاص والممتلكات، وهذا كان تعلقت به هذه التهمة بعد الثورة، في أحداث بعد الثورة.